هاي كانت هونشبي او المغال ستانت او ممكن عن طريق نقدر نربطها بالحائط تكون بهالصورة هاي. طريقة كالآتي، هذا العتلن فهو الأخير نوبة، طبعا هي أول ما تجي أول مرة مقفولة، شلون نقدر نفتحها يعني هاي ما نقدر نحركها، لازم الأخي هذا على مود تحركها، خلي الأخي كلش حتى نقدر نفرها بكل سهولة. هنا نفر حتى تنضب، بعد نجي هنا نبدأ نفر. إننا لما توصل لآخر السن نبدأ نلفها هاي من نضبها باليد، نقدر نغير موقع مالته مثلا، عفوا حتى هذا نقدر نحكم به، لازم هاي نرخيها، نقدر شلون المفصل نقدر نغير الاتجاه مالته والزاوية مال الكاميرا. شوف احنا الزاوية نريدها، وش نسوي؟ نلزم هاي القطعة وهاي نضبها حتى هنا تثبت. هاي انا طبعا اعتقد البطارية احنا ما نحتاج نبدل، لان هي راح تشحن. هذا اني مثل ما قلنا، هذا طبعا نربط الاريل او الانتنة بهذا المكان. خلينا نغير المرة الزاوية مالت حتى نقدر نربطها بسهولة، المفروض احنا نربط الانتنة قبل ان نربط القاعدة. بس احنا مبدئيا ربطنا شغلات الضوئية الكاميرا، بقى يجوز عندنا بعد الكرتون. ها طبعا الكيبل الشاحنة حتى تشحن الكاميرا، بقى هذني شغلات حتى ننصبها ملحقات عم تقدر تنصبها بالحائط، براغي، هاي قاعدة لاصقة إذا مثلا مكان ما نخرب الحائط، هاي نقدر نزك على الحائط، أو عفوا هاي شلون نقدر نربطها هنا يعني، إي شلون نسخها تقريبا هيك شي حتى تلزق على الحائط، حتى شلون قاعدة إلها، قاعدة إلها. هذا بعد ملحقات كذلك، شويات إحنا نسميها حتى تثبت بالحائط. هاي ما اعرف شنو الصراحة، هاي مكررات ضوئية بالمانيوال نقدر نشوفها، بس احنا كمبدأ عمل هاي كملنا. بس شنو هسه خلينا نشغلها، هسه ربطنا الشاحنة بالكهرباء، نجي نشغل نربط شو اسمه الصورة، هاي ربطت، هسه المفروض الكاميرا تشتغل. هسه اشتغل هنا الواير، اشتغل هذا جلوب، الكاميرا هذا كذلك اشتغل. هسه نبدا اعدادات التطبيق مالته، شلون نصبه، نربطها على الراوتر، نربطها على الموبايل. هسه راح نجي للتطبيق مال الكاميرا، نروح البلاي ستور طبعا، اسم التطبيق IBC360، هذي ياته هاي الصوت تكون، اذا ما منزلين نزلها. طبعا هاي اعدادات قديمة احنا ما نشغل بيها، نقول ديليت باعتبار احنا نريد نبدي. هنا شكل اللي قلنا new device add، هاي علامة الزائد الفوق، اختار region مالته خلي العراق، مدى ما نعرف هاي من هنا ننزل نروح دولة العراق، العراق هاي. هنا راح يقول لي ترى الوايرلس يعني يكون واي فاي مال راوتر او مال موبايل 2.4 ما يدعم 5G. اوكي هسه انا راح افتح الشبكة واختار الكاميرا. هنا عندي نوعين، اما وايرلس او عن طريق الواي فاي ولان او الاثرنت كيبل، انا طبعا اختار واي فاي عن طريق واي فاي باعتبار هي الكاميرا بيها واي فاي، واذا تقدر تسوي عن طريق واي بعد افضل حتى الاشاره تكون افضل، يعني نوعا ما السرعه او اذا سرعه اتصال عندك انترنت زينه ما يحتاج، بس اذا انترنت عندك بطيء يفضل يكون واير، اختار واي فاي. هنا راح يقول لك ان كاميرا ديكتر، هنا راح يقول تاكد من تشغيل الكاميرا وتاكد انه بيها
يشتغل بها ليد احمر يضوي يشتغل. هسه طبعا انا جاي اصور، بس انت من تشوف الكاميرا قدامك بها ضوء احمر يضوي يشتغل، هاي مضبوط يعني. اقري نيكست. نال لات الشبكه مالتي انا مثلا، قول شنو واي فاي مال الشبكه، لان هاي الكاميرا تريد تكنك على الراوتر مالتك. تقول له مثلا على رقم السيرفر مالتك يعني نيكست. هسه راح يبدي يسوي لات للكاميرا. بس الكاميرا كانك تعدي. طبعا لازم المرة تسوي حساب، صدق نسيت اقول، بس تقيله ساين اب ويطلب اسم البريد مالتك. من تطلب البريد مالتك تختار البريد، راح توصلك رسالة البريد تفعله. من تفعله انه ابو اسن يطلب رقم السري، تضيف رقم السري تضيفه وتكمل. هسه انا شو راح اسوي مع الكاميرا؟ فرض انت عندك اكثر من كاميرا، واحدة مخليها على غرفة، واحدة على مثلا على الهول، واحدة على المطبخ. انا صراحة اسوي مثلا اخلي على المطبخ، اختار كيتشن حتى تسمية، مجرد تسمية لها. اذا انا اتحكم باكثر من كاميرا، هسه هنا المفروض راح اطلعت لي كاميرا، كاميرا يدوس عليها على الكيتشن كاميرا، راح تشتغل على الكاميرا. هاي طبعا صور مالتها يعني كده صور كيتشن. هنا انا اقدر ادوس على الكاميرا هاي الفيديو، اقدر اتقل الشاشه حتى اخر اسجل الكاميرا، عفوا يعني قصدي اسجل الفيديو، اصور الكاميرا على الموبايل بس على حد انا جاي بيسجل. انا الحين اوقف هيجي لو بسجل، بسجل الكاميرا مثل ما سجل على الهاوس، انا اقدر الحين اسجل وين؟ على الموبايل مالتي. هنا خلاص هاي تسجيل. هنا اتحكم بالدقه فل اتش دي واس دي، انا افضل فل اتش دي حتى الدقه تكون واضحه، بس طبعا على حساب الانترنت. حسب مجرد ما سوينا الكاميرا نصبناها على الراوتر، بعد نقدر احنا باي مكان مثلا نقدر نشوف على ندخل على الكاميرا ونشوف جاي تصور. مجرد ما انا حسابي بعد ربطته بالكاميرا والكاميرا مكنكه على الانترنت، فراح يتخصص لي شلون الاي بي خاص بيها عن طريق العالم. يقدر صاحب الحساب يدخل على الكاميرا ويراقب. هسه بنختار على علامة الكاميرا، وانا مثلا بغير مكان طبعا اللي جاي استخدم بنانات خلوية. بس انا مش بس بالبداية يعني هسه جاي اصور بيها. طيب طبعا هي بيها تصوير الصوت كذلك.